عين. ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ ها شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك. الو الو، هتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزين نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالهم فين. طب بقول لك يا سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم بتصل، لو احتاج نقل دم بتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت. بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام او ام، صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا إلهي يقل مزاجها البعيدة. مش يلا ولا إيه؟ يلا.